أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الحرص على المضي قدما في تنفيذ المزيد من المشاريع والمرافق التي تدعم تطوير منظومة الخدمات الصحية بمملكة البحرين، بما يعزز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال وضع معالي حجر الأساس لمركز بنك البحرين والكويت الصحي في منطقة قلالي بمحافظة المحرق، حيث تقدم معاليه بجزيل الشكر والتقدير لبنك البحرين والكويت على دعمهم، والذي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه المتواصل على دعم مختلف الجهات التي تقدم خدمات صحية وعلاجية لأفراد المجتمع، ويأتي في مقدمتها المرافق الصحية. بدوره أوضح الدكتور عبد الرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بأن دعم البنك لمشروع إنشاء مركز البنك مشروع إنشاء مركز بنك البحرين والكويت الصحي في منطقة قلالي يجسد حرص البنك على النهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المملكة والمجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر من الأكبر من نوعه على مستوى مملكة البحرين. احنا دائما عندنا الخطه انه يكون المركز الصحي يم الناس بحيث انهم يجون في اي اسرع وقت او بكل وقت، وبعدين ترتيب النظام الحين ان لكل اسره فيها لازم تكون تسجل عن طبيب اسره، هذا يعطي صله مباشره بين يعني الاشخاص والطبيب بحيث انه يتابعهم متابعه حتى لو كانوا أصحاء ممكن يكون يعني يمرون على الطبيب حتى يكتشف إذا كان في أمراض مزمنة. حرصت مملكة البحرين على توفير البنية التحتية المتعلقة بتأمين التغطية الصحية الشاملة من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تعد البوابة الرئيسية للخدمات الصحية سواء كانت الوقائية أو العلاجية أو التلطيفية، ويأتي الدعم المقدم من بنك البحرين والكويت داعما للمشاركة المجتمعية في تقديم مثل هاي الخدمات والارتفاع ارتقاء فيها، بحيث تقدم خدمات في كافة المحافظات لتخدم التوسع العمراني والسكاني في مملكة البحرين. في الواقع عند بنك البحرين الكويت هي مو أول مشروع يسوونه معنا، بصماتهم واضحة في المراكز الصحية اللي بنوها من قبل، والحمد لله رب العالمين متعاونين معنا جدا مثل ما الوزارة الثانية تتعاون معنا في بناء المراكز. بنك البحرين الكويت قام في السابق ببناء مركز صحي مشابه في لمدينة الحد، وإن شاء الله هذا المركز في قلالي سوف يكون على مستوى مركز صحي الحد إن لم يكن أفضل بكل التجهيزات وكل المعدات وكل الأمور العلاجية اللي محتاج لها المواطن في هذه المنطقة. يعتبر هذه يعني مركز حيوي لأهالي المنطقة، وإحنا نشكر دورنا بنك البحرين والكويت على جهودهم الكثيرة، ولا ننسي ونشكر وزارة الأشغال اللي قامت بالتخطيط وبالرسومات وبالاستشارة في هذا المستشفى. تم تصميمه وتم الإشراف عليه من خلال وزارة الأشغال، مهندسين وزارة الأشغال، وتم وضع جميع الاحتياجات اللي مطلوبة منهم. يعتبر هو مركز متكامل جميع الخدمات الصحية فيه ويخدم أهالي المنطقة، وإضافة جيدة للمنطقة، وإن شاء الله 18 شهر ويكتمل المشروع إن شاء الله، توقع على نهاية العام القادم مع التشغيل ومع الأثاث، لأن تمويل طبعا من خلال بنك البحرين والكويت، ودي نشكرهم على هذا الدعم لبناء المركز وتجهيزه وتأثيثه أيضا.